حتى على مستوى طبعا المنتخب. كرة الآن وهدف أول، هدف أول يؤكد مدى صحة كلامي. الفريق الياباني كاشيوا ريسل يتقدم في هذه اللحظات في كرة غابت فيها الرقابة وغابت فيها التغطية، ونجح من خلاله كاشيوا ريسل أن يسجل هدف المباراة الأول. شوف الكرة اللي أرسلت في اليمين، واللاعب رقم 19 اللاعب يوكيتا الذي ينجح في تسجيل هدف المباراة الأول. إذن ينجح الآن الفريق الياباني، وكما يرددون عشاق فريق كاشيوا ريسول، هدف ثاني عن طريق اللاعب رقم 19 يوكيتا صاحب الهدفين في هذه المباراة، ينجح من إضافة هدف ثاني. ونعم كما يرددون عشاق كاشيوا ريسول، يجب أن يكون فريقنا قويا، لذلك ينبغي علينا القيام بما في وسعنا لمساندة هذا الفريق. هم يساندون وهم يجدون حقيقة المردود الكبير من الفريق الياباني الذي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وسط حقيقة دهشة كبيرة. محاولة لصالح نادي كاشيوا ريسول، تصل في الجهة اليمين، ترسل أمامية، يا سلام على التمريرات، والثالث لكاشيوا، الثالث لكاشيوا ريسول، هو هداف البطولة حتى الآن. طبعا مع لاعب العين خالد خلفان أيضا هو الآخر، سجل ثلاث أهداف، هاتريك. إذا يسجل اللاعب رقم 19 يوكيتا. شوف النقلة وشوف التسديدة القوية جدا، وهدف يسجل لكاشيوا ريسول في هذه اللحظات هو الهدف الثالث. يا لها من بداية قوية لكاشيوا ريسول. ضربة ركنية، كرة بتلعب، عرضية عالية خطيرة، والهدف يسجل أخيرا، يسجل أخيرا نادي بنفيكا بعد محاولات عدة وبعد فرص عديدة جدا نجحوا في التسجيل، نجحوا في التسجيل أخيرا. كثيرة هي الفرص، كثيرة هي المحاولات، نجحوا في هذه الكرة من التسجيل. لتصبح الآن النتيجة 3-1.